جميل. شفت حتى احنا هيك بدنا اغاني، بدنا هيك اغاني، بدنا هيك احساس. مواضيع يعني مواضيع الناس اكيد، مواضيع المجتمع نحن عايشين فيه، عايش فينا صح؟ الجيل الشبابي هلا اكيد. هو والله شيء جميل. تسلم استاذ، هذا شرف لنا. انا بدي احكي اول على انه احنا بتقول بعد اللي المشاهدين بيقولوا وين محمد وهيب، وين فؤاد حجازي، وين سلوى، وين اسماعيل خضر مثلا. احنا الان مرتبطين في الاذاعه الاردنيه لا يزال، ولا يزال فينا تكريم من الاذاعه الاردنيه، مشكورين جدا جدا. وبنفس الوقت احنا ببيت الرواد اللي متبنيته الامانه. بيت الرواد فعلا اسعدنا وفرحنا لانه جمع كل الكبار الفنانين اللي ساهموا في الاغنيه الاردنيه من عازفين ومطربين، يعني من الخمسين وطالع عازفين كمان، عازف قانون دكتور امير حداد، استاذ روحي شاهين ملحن عتشيلو، كرامي حداد عازف كمان قديم برضو مرافقنا برحلتنا، قدر عزام، اسعد جورج اللي ابنه الدكتور جورج. يعني هذه الاشياء لو حدا شافنا ببيت الرواد بيشوف الفن القديم قدام عيونه وبيسمع الفن الحلو القديم. بنغني في اغانينا الاردنيه وفي زملاء بيغنوا لعبد الحليم وفينا وبيغنوا الاغاني الشعبيه، وفي منهم تعرفت على شاب مش عرفته، انا بعرفه من اول، هو فؤاد ركان، بحب الموسيقى والالحان. الحلو في عنده سجع على كل شيء. توافي. هو بالفن زمان، فؤاد ركان هذا موهوب الثاني، بيغني اغاني جميله واعطيته ثلاث الحان انا، وعنده الروح الحلوه والابتسامه الحلوه. فعلا انا كان نستضيف احنا، بس هو مرتبط في اعمال اخرى. في الليل يعني بيغني. هذا فؤاد ركان اللي غلبني مع الموسيقى والالحان، برضه حبيبي. شوف فؤاد حجازي، فؤاد ركان، فؤاد وراك وراك. طيب استاذ محمد وهيب، احنا يعني ملاحظين في غير البشاشه اللي على وجهك في حزن بعيونك. بدنا ندخل شوي نتعمق في حياتك الشخصيه. رحمه الله عليها فراق زوجتك ام مجدي. بدنا نحكي شوي عن الموضوع، كيف اثر فيك الفراق وبعد عشرة عمر طويلة. أكيد رحمة الله عليها. يا الله شو اللي جابك تذكرتني؟ أنا بنساهاش أكيد، ما تنسى طول عمري ما بنساها. بس يعني طلبوا مني إنه نفتح الموضوع حقيقة يعني. والله شو بدي أقول لك، أجمل أيام عمري، أجمل أيام عمري. أنا طبعا كنت متزوج قبل من أولادي وبحبها وقدرها جدا جدا، كل واحدة إلها محبة خاصة، لن أنساها طول عمري من أولادي. ومجدي أنا خلفت منها بنت ولد، الله يخليهم، كانت هي البلسم لجراحي، هي الضوء لأفراحي، رحمة الله عليك. ما بنساها لا في المساي ولا صباحي. أنا أغلب الأوقات ببكي، لأن لما حسيت حالي بعيد وأنا وحيد، اللي كنت أشكي لها وأحكي لها ما لهاش قدامي، كنت اسمعها الالحان، اسمعها الكلام، توسيني. يعني انا بعتذر اذا هيك رجعت لك الامك بس واحزانك. أنا والله بس يعني ذكرتيني، عملت لها اغنيه سمعنا. Thank you.
استاذ وان شاء الله يطول بعمرك رؤوس بلادك ويعني كلنا رايحين ما حدا متخلد لكن هي دائما بعز عليه يعني الم شيء الفراق نعم المخلصين ما نادر تلاقي نعم عاشت معي 43 سنه عشرة عمر طبعا رحمة الله عليها يعني انت بعرفش فتحنا جروحك الأستاذ محمد لا يعني خليتيني أول الأغنية هاي بتريحني هاي حلوة بتريحك ده أنا كل يوم بشوف الألبوم ودايما بحكي مع صورتها يا سلام هي أحلى أغنية كانت تحبها إيش كانت أحب أغنية على قلبها الله يرحمها تحب أغنية أنا أعملها على على وضع هذه أغنية يا ريت تسمعوها شوي ما فيها شيء الاغنيه اه حلو وقديش طب وقت حتى خذ راحتك لا معك الوقت كله لسه ضايل الوقت المشوار الفني اللي قضيته في حياتي لا والله انك تارك بصمه عند كل الاجيال حقيقه انا بحكيك واسمع مني يعني معنا اتصال وراجعين للحديث معك مساء الخير الو مساء الورد كل عام وانت بخير الو السلام عليكم وعليكم السلام اخت فاتن معك تفضل مساء الورد والكل ياسمين اهلا وسهلا فيك الك الاخت ميعاد تسلم اهلا وسهلا انا بحكي مع السنترالي اللي ردت علي بحكي لها اني فاتن ميعاد بنات لام كلثوم مش مش فاهمه على هو اسم اغنيه لام كلثوم فات الميعاد اها طبعا ايوه يا ستي الله يعطيك العافيه الله يعافيك وبحيي الاخت امل حرب من خلالكم ايضا اكيد واحنا بنحييك وبحيي على ضيوفكم الكرام واذا بتسمحي لي اني اقدم قصيده اذا 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 ما اذا ما في غلب عليك اتفضل اذا اذا سريعا يعني والله خليها تاخذ 3 دقائق لان عنوانها كيف تحوى 3 دقائق والله كثار هذول اذا قلت لك العنوان راح تقطع الخط معي صح طب تفضل تفضل كيف تحوى عنوان عادي يلا سمعنا اشكرك اقول فيها ان قلت لك مجنون ان قلت لك مجنون بالفعل اني بيك مجنون واكثر جنوني من عيونك سببها نعم أنا عشقتك عشق ما صار بالكون أموت وحيا بالعيون وهدبها أبدأ بذكر الله رب السماوات
ابدا بذكر الله رب السماوات والود بالله عن علومي اللي فني. يا بنت خيرتك وما ظل اختيارات ما غير الكل الحرب سيفه يسمي. ان كنت اللولو انا كنت المحارات، وان كنت الدلي انا الهيل والبني. ما غير فكري يا بنت وعند حسابات ترى الشاعر مخاوي جني. ناس انتي نام ناس انتي نام وتهتني في المنامات، راعي الهوى سهال للوني. جمال يوسف الله نزل بايات، وانت وليد في يا بنت ان ما خاب ظني. ناس انتي نام ناس انتي نام وتهتني في المنامات، راعي الهوى سهال للوني. جمال يوسف الله نزل بايات، وانت وليد في يا بنت ان ما خاب ظني. ردي علي ردي علي ان كان عندك مقالات، يا زيلن تريد بقوالة تمتحني. قالت لا لا علالك علينا يا شاعر تألف روايات، الزمي كانك يا شاعر ورجهني. حنا 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 بنات حوا، حنا خطيرات، حنا بنات حوا، حنا خطيرات. راجلتكم ومن غيرنا يعتمني، لا تضرك ضعفنا سرحنا، في خجلنا قويات، في ضعفنا سر وهدابني يذبحني. والرقة والعطف سلاحنا وفيها خبيرات، نصيد الأسد في ضحكة السني. منا نيابة وفينا طبيبة ومينا وزيرات، لما نمر رقابكم يا الرجال إلنا ينحنني. إحنا إحنا الرجال ببيوتكم نحكمكم وبيدنا نحط القرارات، إحنا الرجال ببيوتكم نحكمكم وبيدنا نحط القرارات. وإذا مش عاجبك روح ضلك بشوارع عمان غني. قلت لها لا لا قلت لها لا لا، أنا أشهد إنشن يا جنس حوا انتن ما انتن قليلات، وانا اشهد ان شنتكيت تغلبني. لكن اختام القصيد اني سلمت رافع الرايات، وما ظن عشت دونشن والله بتهني. وسلامتك يا اخت معاذ. صح لسانك صح لسانك، بس ختم القصيد كثير العلم ترى، يعني اعطيناك حريه والله عطلت علينا تفضلات كثير. بس احنا لا لا مو شو بدك توجه كلمه لفنان الكبير العملاق اكيد محمد وهيب. صحيح انا يعني الكلمه اوجهها ما هي للاستاذ الفنان محمد وهيب، اوجهها للحكومه انه يجب انها تهتم بالفنان الاردني. نعم. اكثر من هيك. نعم. لانه الفنان الاردني يستحق كل احترام والتقدير، يكفي اغانيه الوطنيه انها يعني ذاعت ليس على مستوى الاردن ولكن على مستوى العالم. جميع العالم يطرب للغناء للمطرب الاردني، المطرب الاردني اللي بعتبره انا مفهوم الصحيح معروف. طيب شكرا كثير، كل عام وانت بخير.